ما الذي تخطط له المملكة العربية السعودية؟ هل ستستمع للعرض الأمريكي أم أن الطرق مغلقة؟ لا بالعكس، يعني هذه الزيارة أولا أكدت للعالم أجمع بأنه المملكة لاعب رئيس في المنطقة. وجود الدول العربية، يعني دول مجلس التعاون زائد ثلاثة، العراق يشرفنا بزيارة، جلالة الملك عبد الله، أيضا فخامة الرئيس السيسي. أنا أعتقد هذا الزخم العربي وجلوسه مع الجانب الأمريكي، أنا باعتقادي أنه هذه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة بأن الوحدة العربية ليس من الصعوبة. أي نعم واجهنا تحديات، ولكن بقيادة المملكة استطاعت الآن. شوف أنت، يعني تتكلم على العراق، نحن نتكلم العام الماضي كان عندنا مشاكل مع العراق، والسنة دي حاضر دعوة مع فخامة الرئيس ويشرفنا فخامة السيد القاضي. يعني هذا التحول الكبير هو سيعطي زخم إلى الجانب الأمريكي بأن طلباتنا نحن ونستمع للطرف الآخر هي ما يجب أن تنفذ: الأمن، الاستقرار، تزويد المنطقة بالسلاح، إيقاف أذرع إيران. أي نعم الشراكة مع إسرائيل قد تكون يعني هي يعني نقطة يستطيع أن يستغلها الجانب الأمريكي، لأنه في دول عربية جميل يعني طبعت مع إسرائيل، فهذا تحدي كبير. ولكن بوجود هذا العدد الكبير، أنا اعتقادي أنها رسالة واضحة للجانب الأمريكي بأنه نحن في المنطقة العربية لنا طلبات، وهذه هي طلباتكم، جميل جدا، ونأخذ طلباتكم باليد اليسرى، ونحن مستعدين للمنطقة.